بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على انتحار ديال الكاتبة المغربية نعيمة بزاز رحمها الله. وعلاش قلنا رحمها الله؟ للسبب اللي غادي نذكروه من بعد في هذه الحلقة إن شاء الله. نعيمة بزاز كاتبة مغربية من مواليد 1974 بمدينة مكناس. من بعد الحصول ديالها على البكالوريا سافرت إلى الديار الهولندية رفقة العائلة ديالها. في الديار الهولندية التحقت نعيمة بزاز بالتعليم العالي، لكنها ما كملاتوش، والسبب هو أنها الهواية ديال الكتابة والتأليف استهواتها. نعيمة بزاز دوزت واحد المرحلة ديال البحث على الذات، ومن بعد غادا تطيح في يد واحد الكاتب هولندي هو اللي غادي يسلك لها الطريق، وغادي يعرفها على الدور الطباعة والنشر في هولندا، وتما غادا تبدأ انطلاقة ديال نعيمة بزاز. وبدات المسيرة ديالها في 1995 بواحد الكتاب ديال السفر نحو الشمال أو الهجرة نحو الشمال. ثم من بعد تولت الكتابة ديالها والكتب والروايات إلى غير ذلك. نعيمة بزاز هاد الكاتبة المغربية مشات مع واحد الاتجاه ديال الحرية الفردية في الأقصى المظاهر ديالها، وكانت كتكتب على مسائل ديال الطابوات، والمسائل ديال الطابوات اللي معروفة هي كيف كنعرفوا الدين والجنس غالبا. ومشات مع واحد الاتجاه اللي كيمكن لأي شاب أو أي شابة لا مغربية ولا كيف ما كانت في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي أنه يمشي. وعلى كل حال الاختيارات ديال الكاتبة تحترم. وعلاش قلنا رحمها الله؟ لأنه بعض الأصوات المغرضة بدأت مباشرة كتلمس بأنه انتحار، وانتحار الجزاء دياله جهنم إلى غير ذلك. وكيستعنوا كيقولوا السبب هو أن هذه السيدة كانت تدعو إلى الإلحاد وإلى الكفر وإلى الزندقة وإلى الحرية الجنسية والمثلية والأفكار إلى غير ذلك. علاش كنقولوا رحمها الله؟ لأنه غالبا كيف كتشوفوا بعض المشاهير كيوصلوا لواحد المرحلة ديال تحقيق جميع الملذات ديال الدنيا من المادة والفلوس إلى غير ذلك، ولكن في النهاية كيصطدموا بالأسئلة الكبرى، هي شكون أنا يعني الإنسان، ومنين جيت وفين غادي. وغالبا هذه الأسئلة هي اللي كتأدي لواحد المرحلة ديال الاكتئاب، والمرحلة ديال الاكتئاب هي اللي في الغالب كتأدي للمرحلة ديال الانتحار. وهذه الحالة اللي تعرضت لها نعيمة بزاز تعرضوا لها واحد العدد ديال المشاهير في مختلف المجالات، الفنون، في الرياضة، في الموسيقى، في الغناء، في الأدب، في الإعلام إلى غير ذلك. وعلاش كنقولوا رحمها الله؟ كنقولوا رحمها الله لأنه الحالة اللي وصلت لها نعيمة بزاز في أواخر الحياة ديالها كتشير بأنه هذاك الاختيار اللي كانت اختارته بأنه ربما يعني عاشت واحد الصراع نفسي، وعاشت واحد المرحلة تشكيك ديال السلوك وديال الطريق اللي كانت مشات فيها هاد نعيمة. الوفاة ديال نعيمة بزاز كيتير واحد ثلاثة ديال الدروس وديال العبر. الدرس الأول وهو أنها فرحات المرأة المغربية ملي مشات للديار الهولندية وكانت كاتبة ناجحة عصامية، وألفت العديد ديال الكتب وفرضات الذات ديالها على الساحة الدولية. هذا شيء مفرح، لكن الشيء المؤسف وهو أنه العدد بحال نعيمة بزاز من الشباب والشابات يعني فتيان وشبان حتى هما محتاجين لتفجير الطاقة ديالهم في مختلف المجالات، ومنها الكتابة والنشر. وحنا كنعرفوا الصعوبة اللي كتلقى الناس اللي كيبغيو ينشروا كتب في المغرب، وكاين واحد العديد ديال الطاقات وواحد العديد ديال الإبداعات، ولكن كتتعرض للتهميش وكتعاني من ضيق الحال، بخلاف أنها ملي كتمشي للديار الأوروبية أو للديار الأمريكية فكنجبروا بأنه ملي كتختلف الظروف وكيجبروا الإمكانيات وكيجبروا الوسائل، شفنا كيفاش كيمثلوا المغرب خير تمثيل. وبالتالي كنتمنوا أنه حتى الشباب اللي باقين في المغرب حتى هما يلقاو الطريق ديالهم نحو تفجير الطاقات، وما يبقاش هذا الشيء حكر على الطبقة القليلة اللي كتمكن بشق الأنفس أنها تقطع الحدود وتمشي للديار الخارجية عاد كتبان الطاقات والمواهب ديالها.
الشيء الثالث هو انه كان اكدوا بانه المصير ديال الانسان مع الخالق ديال الله عز وجل، الخالق ديالو هو الله عز وجل، من الاحسن ما ندخلوش فيه. وكاينه حاجه كتشجعنا لهذه السيده نعيمه بزاف، بالاضافه ديال انها كانت طاقه مغربيه كاتبه روائيه باحتراما للخط اللي كانت غدا فيه، وهو انه من المسائل اللي كتشجعنا اننا نترحموا عليها، وهو انه هاد الحاله ديال الانتحار كيف، لان الحاله الانتحار في الغالب كيلجا ليها واحد الانسان اللي كيكون ما راضيش على الوضعيه ديالو، ما راضيش على الاسئله الوجوديه ديالو، وكيكون كيقلب على الخلاص. وهذاك الصراع النفسي اللي كيعيشوه المشاهير في اواخر الحياه ديالهم كيجعلنا نرجحوا بانه كيكون ضحيه ديال البحث على الذات، واثناء انه قلب على راسه منين جا وفين غادي والاسئله الكبرى وما بعد الوجود وما بعد واش كاين غيب واش ما كاينش غيب، العديد انهم كيوقعوا ضحيه ديال هذا الانتحار وانهم ما كيعرفوش المصير ديالهم. فلهذا حنايا في الاسلام كنرجحوا انه الانسان كنحكموا عليه بما نرى، ما دام الانسان كان كينتمي لأمة سيدنا محمد كما كيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في قلبه ذرة إيمان ما غاديش يدخل للنار. حتى احنا كذلك، وهذا الانتحار ربما كيبين بأنه كانت عاشت هذه السيدة واحد الصراع، فلهذا كنحسنوا الظن بالله عز وجل، وكنتمنوا الله عز وجل تكون هذاك المصير اللي مشات ليه كان يعني في البداية ديال الطريق ديال أنها كتبحث على الذات ديالها. بزاف الناس كيتسرعوا وكيحكموا على الكتاب والمؤلفين، وكيحكموا على حتى الناس اللي علنوا على المواقف ديالهم معارضه للاسلام معارضه صريحه، وكاين اللي كيعلن على الالحاد ديالو، كاين اللي كيعلن على الكفر ديالو، كاين اللي كيعلن على مسائل عقائديه صراحه. كاين بزاف الناس ملي كيشوفوا شي واحد كيعلن على هذه الامور بالتالي كيحكموا عليه بانه المصير ديالو نهائيا، وكيتناسوا بانه الانسان في اواخر العمر ديالو الله وحده هو اللي كيعرف اشنو وقع له. فبزاف ديال الناس في اواخر الحياه ديالهم كيكونوا داروا مراجعات فكريه وكيكونوا تراجعوا، بل ان كثيرا من الناس حتى كيقرب الاجل ديالهم عاد كنعرفوا حقيقه ملي كنمشوا بانهم كانوا كيتجهوا نحو الاسلام. وما نساوش الدرس الخالد او الدرس المشهور ديال المغني العالمي مايكل جاكسون. هذا مايكل جاكسون في اواخر الحياه ديالو عانى من بزاف ديال الامور، فمباشره هذا المطرب او هذا المغني العالمي ملي بدا كيبحث على راسه فامتدت ليه الايادي، وكان هو كيتهم عناصر من اليهود كيتهمهم بانهم في اواخر الحياه ديالو بداو كيسبوا له البلبله والتشويش، وبداو كيهرسوا له المسار ديالو، وبداو كياثروا عليه ولاحقوا حتى بزاف ديال المكائد وبزاف ديال الدسائس. والاكثر من ذلك ان الشقيق ديال هذا المطرب المغني مايكل جاكسون هو اللي غادي يسرب لنا بعض الشكاوي ديال مايكل جاكسون بانه كان كيتشكى من اليهود، وبانه كان كيفكر انه كان كيقلب على الخلاص في اواخر العهد ديالو، بل ان الشقيق ديالو كان قد نصح مايكل جاكسون بالإسلام. وهذا هو اللي كيخلينا أننا ما نبقوش نتسرعوا. المسائل اللي كتربط المخلوق وكتربط الإنسان بالخالق ديالو من الأحسن ما ندخلوش فيها، وكنتوسموا في الإنسان خير. ما دام نعيمة بزاز كانت كاتبة روائية وكيشهدوا لها الناس بأنها كانت مؤلفة وكانت ذكية وكانت باحثة، ف 100% غدا تكون بحثات على الوجود ديالها وغتكون بحثات على الخلاص ديالها، وربما أثناء الطريق فحست بالإنهاك. كنطلب من الله عز وجل أنه يتجاوز على الإنسان بصفة عامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.